مرحبا مشاهدينا الأكارم. الموازنة وما أدراك ما الموازنة؟ الموازنة شتتت حلفاء الأمس ودمرت التوافقات السياسية بسبب المصالح والمنافع الحزبية. بالأمس اختلفت جميع القوى على تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية. ما الذي حل بهم وهم الحلفاء في إطار ائتلاف إدارة الدولة؟ هل يبحثون عن المغانم بعد أن أكل الفساد واستشرى في جميع المفاصل، أم إنهم يبحثون عن مصلحة المواطن؟ لماذا تختلف القوى السياسية على موازنة من المفترض تم التوافق عليها مسبقا؟ وإلى متى تطول السجالات حول الموازنة التي يحتاجها المواطن؟ متى ستشرع أجهزة الدولة بتوفير الخدمات وإنجاز المشاريع في ظل غياب الأموال المخصصة؟ الموازنة نيابيا معناها نفس الطاس ونفس الحمام. أسئلة كثيرة نناقشها مع ضيوفنا في حلقة هذا اليوم برنامج لعبة الكراسي، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، نرحب وإياكم بضيوفي لهذه الحلقة. السيد محمد الصيهود نائب عن دولة القانون. شيخ الصيهود ضيف عزيز، مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. مرحبا بك. نرحب أيضا بسيد ماجد الصوري الخبير بشأن الاقتصادي. سيد الصوري ضيف عزيز، مرحبا بك، حياك الله. أبدو ياك سيد الصيهود، أجدد بك تحية والترحيب. طبعا صار خلاف البارحة، كان من المتوقع أنه تمر الموازنة البارحة، الكل كان ينتظر هذه الموازنة اللي هي موازنة الشعب، لكن دائما مع كل الاحترام مجلس النواب يثبت بخلافه حول الموازنة على أنها موازنة مجلس النواب والكتل السياسية وليست موازنة الشعب. ما أعرف إذا توافقني الرأي وأني أمون عليك أو لا. تفضل. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك، حياك إلى ضيفك الكريم وإلى مشاهدي كل المشاهدين. طبعا يعني لا شك أنه الشعب العراقي ينتظر بفارغ الصبر حقيقة موازنة الثلاث سنوات، وهي موازنة يعني بها الشيء الكثير مما يحسن من المستوى المعاشي ومما يحسن من مستوى الخدمات، لوجود مشاريع كثيرة ولوجود فرص عمل هي الأخرى أيضا كثيرة. وكان من المؤمل أنه يتم تمرير الموازنة يوم السبت بعد إعلان السيد رئيس مجلس النواب، ولكن التغيير اللي حصل في الساعات الأخيرة داخل اللجنة المالية على بعض النقاط، تحديدا النقاط 13 و14 اللي تخص موضوع إقليم كردستان، يعني هي اللي أخرت هذا الموضوع. أعتقد أنه هذا الموضوع الآن يعني الكتل السياسية ورؤساء الكتل السياسية سواء كان على مستوى الإطار التنسيقي الذي سيعقد جلسته اليوم أو على مستوى إدارة الدولة، أنا أعتقد أنه قادرين على أن تلافي هذه النقاط الخلافية بحلول وسط ترضي كل الأطراف. فأعتقد أنه الموازنة ستمضي ربما خلال هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع. عموما أنه تم حصر المشكلة فقط الآن بعد أن تجاوزنا كل النقاط الأخرى، هي موضوع حصة الإقليم، أو بالأحرى ليس حصة الإقليم وإنما المواد المتعلقة بالإقليم، هي المواد الموجودة بالنقطة 13 والنقطة 14 اللي صار عليها الخلاف. السؤال هنا يعني ليش صار الخلاف ب الوقت الأخير من الجلسة داخل اللجنة المالية؟ ما كان أكو اطلاع على هذه البنود وهذه النقاط، ليه صار الخلاف بفترة الجلسة؟ خو يصير مناقشة وتدويل واتفاق قبل انعقاد الجلسة، كان أكو وقت كلش طويل وبالتالي تحل وتمرر البارحة وتفض السالفة. تمريرها ضروري جدا، والعلاقة بين الإقليم والمركز يعني تعرف مرت بفترات طويلة، مرة تجاذبات ومرة تقارب، ولكن في ظل هذه الحكومة والحوارات بين الحكومة والإقليم والاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بما يخص كل تقريبا معظم النقاط،
بين الإقليم والمركز يفترض باللجنة المالية أن يعني تعتمد ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد، على اعتبار أنه هذه النقاط تقريبا أنهت ما كان يختلف عليه أو ما كان هناك من خلافات بين الإقليم والمركز. يعني السيد الصهيوني يقول أنه أكو إخلال بالاتفاق. طبعا الاتفاق، من الذي أخل بالاتفاق؟ أولا الموازنة جاءت إلى اللجنة المالية من الحكومة على ضوء الاتفاقيات، وبالنتيجة أنه التغيير الذي حصل هو بالتأكيد يخالف الاتفاق بين بغداد وأربيل. من وجهة نظر مجلس النواب أو أعضاء اللجنة المالية قد يكونون لهم وجهة نظر معينة، وهي أنه وجهة النظر المعينة أنه إحنا نسلم حصتكم بعد ما أنتم تسلمون النفط والواردات الأخرى. هذه النقاط، النقطة اللي اختلفنا عليها في يعني المواد اللي وردت من الحكومة، النص الأصلي أنه تسلم الحصة، تسلم الواردات والنفط إلى سومو، وما مذكورة أنه إحنا ما نسلمكم إلا تسلمونه. ليش؟ على اعتبار أنه أصبحت مسألة طبيعية بعد القرار الأخير لنادي باريس بأنه لا يحق لإقليم كردستان أن يصدر النفط، بعد ما من حقه أن يصدر النفط إلا عن طريق الحكومة، فإذا أصبحت المسألة طبيعية جدا أنه النفط الإقليم سيصل إلى الحكومة، سواء كان رفضت حكومة إقليم كردستان أو لم ترفض. جيد جدا. في ظل هذا الحديث، إذا الإخلال بالاتفاق من قبل المركز، ليس المركز. لا، المركز اللي يتمثل بالحكومة اجت الموازنة بهذه الطريقة حسب اتفاق. حسب الاتفاق. زين. التغيير اللي حصل داخل اللجنة المالية. أي. فهذا هو مو المركز. إذن داخل اللجنة المالية، وبالنتيجة إنه الآن الكرة عادت لمن؟ إلى الكتل السياسية. هم اللي راح يعني في جلساتهم خلال هذا الأسبوع راح أعتقد يحسم هذا الموضوع. جيد جدا. خليني أشرك بالحديث السيد ماجد الصواري الخبير بشأن الاقتصادي. حياك الله سيد الصواري، بعد التحية والترحيب. يعني تابعت ما حصل فيما يخص الموازنة، وهذا الموضوع مو جديد، دائما تكرر مشاكل حول الموازنة. سيد دولة رئيس الوزراء الرجل، فكرة الموازنة الثلاثية لثلاث سنوات الكل تأمل خير بفكرة دولة رئيس الوزراء، الجميع قال أنه إن شاء الله ما تكرر مشاكل على اعتبار أنه تمر لثلاث سنوات، لكن كالمعتاد صارت مشاكل قبل تمرير قانون الموازنة البارحة. السؤال، تتصور هذه المشكلة راح تطول؟ حسب يعني رؤيتك المالية الاقتصادية تتصور أنه ستحلحل؟ هي فنية المشكلة السياسية، كيف تراها كمختص بالشأن الاقتصادي؟ تفضل. أولا تحياتي لكم، تحياتي للسيد النائب ولجمهوركم الكريم. حياك الله. الموضوع بشكل عام من بدايته إلى نهايته سياسي، ويجب أن يحل سياسيا. لا توجد توجهات فعلية لحلحلة جميع مشاكل الاقتصاد ولبداية التطور الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. هناك توجه باستمرار، كل الموازنات فيها توجه نحو التنمية الاقتصادية. المشكلة الأساسية التي لا يدركها لحد الآن الغالبية العظمى من السياسيين هي ليست في حل المشاكل الجزئية، وإنما يجب التوجه نحو حل المشاكل الكلية الأساسية اللي هي موضوع التنمية الاقتصادية، موضوع البطالة، موضوع الفقر. الآن توجهات الموازنة من عام 2003 لحد الآن، احنا ما نتكلم عن التراكمات الأخرى السابقة، كلها التوجه نحو إرضاء الأقربون أو الأقربين زين، والابتعاد عن الآخر. فصارت دولة، مو دولة مواطنة وإن دولة موظفين وأحزاب. هذه هي المشكلة الأساسية اللي موجودة، ولذلك في جميع الحالات الدولة تعمل على تأمين الرواتب. دفعنا الرواتب ولا ما دفعنا الرواتب؟ سوينا الرواتب ولا ما سوينا الرواتب؟ تكفي الموارد المالية، تكفي لو ما تكفي؟ زين، بقية الشعب، التنمية شو؟
من 2003 لحد الآن كل الموازنات تعمل على موضوع التنمية الاقتصادية وحلحلة الاقتصاد عن طريق القروض. حتى هذه الموازنة، حتى هذه الموازنة النفقات التشغيلية تستوعب جميع الإيرادات الدولة المتوقعة اللي هي بحدود 134 تريليون دينار. هذا وين يأخذنا؟ اللي هي 117 واردات نفطية و17 لا الاعتماد على القروض أقصد، لوين راح يأخذنا؟ هو هنا المشكلة. لحد الآن القروض الداخلية يعني الدين العام الداخلي هو بحدود 69 تريليون. زين الدين العام اللي راح تفرض الموازنة 25 و23 وكذا، هذه هم بحدود 60 يعني 49 تريليون. هذا تصور أنت 49 قولوا 70 119 تريليون هذه ديون عبء الدين الداخلي، وهذه مسألة ليست بسيطة. يعني هذه تقريبا الدين الداخلي يصل إلى أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالوقت اللي القانون الإدارة المالية يقول ما تتجاوز 3% من يعني العجز ما يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي. الآن تجاوز كثير جدا، يعني 64 تريليون هو عجز يعني بحدود 40%. ولذلك الموضوع أنا أشوف النظرة السياسية للإيرادات وللنفقات هي نظرة خاطئة، يجب أن تكون نظرة اقتصادية. ولذلك الآن اللي المشكلة الأساسية في العمل الاقتصادي هو أن السياسة تقود الاقتصاد، والمفروض أن الاقتصاد يقود السياسة. ولذلك الخلافات الآن في الموازنة ليس على موضوع التنمية، وليس على موضوع أنه هذا المشروع يخص فلان محافظة لازم نسوي بفلان محافظة أو غير محافظة، أو هذا التخصيص يخص المشروع الفلان لازم نزيده. زين المشكلة الأساسية أنه هذه حصتنا وهذه حصتكم، هذه حصة الوزارة هذه وهذه حصة الوزارة هذه. ما هو دور الوزارة؟ ما حد يدري. ما هو دور الإقليم؟ ما حد يدري. أنت التوزيع غير العادل للثروة. أوكي. توزيع أوكي. مشكلة بي. شوف خلي أجيب لك وزارة شلون تمول. أجيب لك مثال بسيط. شلون تمول نفسها الوزارة؟ أجيب لك مثال بسيط ولو شو اسمه بي باستفزاز شوية للإخواننا الأكراد. أنت تصور مخصصات إقليم كردستان بحدود 17 تريليون 16600 وكسور تريليون دينار. تمام. إجمالي المحافظات بما فيها كركوك أقل من 8 تريليون. زين هذا شلون توزيع تشغيلية ورأسمالية ومشاريع خاصة؟ هذا موضوع هل هو سياسي أم اقتصادي؟ بغداد وحدها بأكثر من 10 ملايين إنسان، يعني ثلاث ضعف ما موجود في إقليم كردستان، ومخصصات تكون أقل. شوف بس التوزيع غير العادل. ولذلك أنا أقول ما لم يتم إبعاد السياسة عن الاقتصاد، أو على الأقل السياسة تخدم الاقتصاد، العراق سيبقى يعاني من مشاكل كبيرة جدا، ويعالجون بعض المشاكل الآنية ولكن سيقعون بمشاكل كبيرة جدا في المستقبل، مشاكل مالية. مثلا شوف باختصار ذات اسمها المهية النفقات التشغيلية، رواتب والتعويضات والإعانات والشسبة حدود 112 تريليون سين. هذه رواتب تنطيح، مجبر تنطيح، مجرد أن ينخفض سعر برميل النفط دولار واحد أنت راح تخسر تريليون و660 مليار دينار. دولار واحد الرقم من سعر النفط من ضمن اللي موجودات الآن الحالية، من ضمن الحسابات الحالية. دولار واحد ينزل من سعر النفط ضمن الـ على أساس 3 ملايين ونص وكذا، من 70 سعر بيع البرميل الواحد، سعر من السعر الحالي على اعتبار هو مو 70 الان. يعني الان حدود شوي اكثر، لا اقل. مو احنا عندنا النقل بلس ماينس زين، فهذه اذا انخفض 10 دولار عن المقرر 16 تريليون. انت الان عندك مشكله اساسيه اللي قالها سيد النائب فيما يتعلق بتصدير اقليم كردستان. احنا صار لنا شهرين ما نصدر، إذا اعترفنا أنه هي 400 ألف طن مو أكثر، 400 ألف برميل مو أكثر. زين
هذا مواردها وين راح تروح؟ خلاص ما اجت راح، واحنا حاسبينها بالموازنة. يعني هذه المشكلة الأساسية. عندك تخفيض النفط، حصة العراق من الإنتاج 221 ألف برميل، شنو نتيجتها؟ هل أخذت بنظر الاعتبار أم لم تأخذ بنظر الاعتبار؟ إذن هناك مطبات كبيرة جدا للمستقبل، في المستقبل وهذه السنة والسنة الجاية فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة. يعتمدون، أن أقول لك، على مسائل مهمة جدا، أنه الموازنة التشغيلية بشكل عام تنفذ بين، هذا اللي تفضلت به 79 إلى 89. هذا اللي تفضلت به، يعني هسه أنا ولد عندي كومة أسئلة، خلي أختصرها بسؤال واحد. من يتحمله؟ وزارة مالية، مجلس نواب، حكومة، هذا اللي قاعد تتحدث، مستشارين، هذا هواي 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 علامات استفهام وتعجب، هذا من يتحمله؟ القوى السياسية اللي هي تقود البلد، مو الموضوع قوى سياسية، مو قوى اقتصادية. القوى الاقتصادية مدمرة يا عزيزي. المشكلة هذه المسألة، احنا نتكلم عن تشجيع قطاع خاص زين، ومننا نجي نفرض ضرائب عليهم، والنظام الضريبي غير يعني جيد. النظام الضريبي الهدف الأساسي، اسأل السادة البرلمان واسأل وزارة المالية، الهدف الأساسي هو جمع الأموال، جباية الأموال. الهدف الأساسي بالنظام الضريبة هو إعادة توزيع الدخل بشكل عادل والتنمية الاقتصادية. قل لي شنو الإعفاءات وشنو الأشياء اللي قدمت إلى القطاع الخاص من أجل أن القطاع الخاص يعاني من مشاكل كثيرة جدا، من الفساد، وهو قسم من عندهم هم سبب الفساد، ويعاني من عدم وجود الخدمات الأساسية، يعاني من عدم وجود الكهرباء، يعاني من شحة في المياه، يعاني في قضايا كثيرة جدا، وإضافة إلى ذلك الضغوط السياسية التي تخضع له، التي تقع عليه، وفي نفس الوقت السياسات العامة الاقتصادية التي ليس لها غير الحصول على الأموال. خلينا نشرك بالحديث، انضمنا السيد ريبين، العفو، ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. سيد ريبين سلام، مشتاقين دكتور، ضيف عزيز. دكتور، يعني هسه اليوم احنا اصبحنا امام خلاف ما بين سيف وكاكريبين، ما بين العرب والإخوة الأكراد فيما يخص الموازنة. أسأل، تتصور المرونة حاضرة عند الجانب الكردي لتجاوز الخلاف اللي صار بين الإخوة العرب والأكراد حول النقطة 13 والنقطة 14 وبنودها وتفاصيلها داخل الموازنة؟ لو شو تشوف أنت ك يعني عضو، أو عفوا كأي عضو بالحزب الديمقراطي الكردستاني ولديك الكثير من المعلومات حسب مجساتك هنالك في إقليم كردستان؟ تفضل سيد ريبين سلام. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحياتي لجنابك ولضيفك الكريمين وكافة المشاهدين لقناة الوقر والكوادر المحترمة. طبعا نحن أشوق أيضا حتى نظهر في شاشتكم الذي بصراحة مساحة حرة لبيان ما نتوقع بأن يعني هناك حقائق ننشرها للذين يريدون أن يسمعوا الحقائق. وصفت جنابك أعرف بأنه وصفة عن قصد، تقول بأنه إنها أصبح خلاف بين العرب والكرد. خلال جميع الثورات التي قام بها الكرد لم يريد أن يكون الصراع بين العرب والكرد. دائما كان القيادة الكردستانية خصوصا السيد الرئيس مسعود البارزاني وحتى ملا مصطفى البارزاني الخالد رحمه الله كانوا يركزون على نقطة مهمة جدا، بأننا نحارب وثورتنا وانتفاضتنا وحركتنا النضالية مع الأنظمة السياسية، مع الحكام، وليس مع الأخوة العرب. يعني هذا الصراع، ولكن الآن الذي يريد أن يحول هذا الصراع إلى صراع بين العرب والكرد، بين السنة والشيعة، بين الكرد والشيعة، بين الكرد والسنة، وبين
المكونات الأخرى العراقية هم يستثمرون فيها بهذه الصورة، لأنه ماذا؟ هناك مفارقة واضحة. يوم الأمس كان داعش في موصل ثلاثة ساعات لم يتم تأخير رواتب موظفين لأنه هم عراقيين ولكن خاضعين لنظام الداعش في موصل، نينوى موصل. فهم أخوتنا ونحن تأذينا على قدر ما هم تأذوا، على قدر ما هم دمروا بيوتهم، على قدر ما هم دفعوا دمائهم لهذه الموجة الإرهابية الشرسة. دكتور ريبي، لماذا المفارقة؟ هم يريدون أن يكون هناك فرق وهناك نزاع بين هذا، ولكن الكرد أذكى من هذا، والكاد الكردستاني أذكى من أنه يقع في هكذا. عمري دكتور ريبي، لو تسمح اليوم هسه أنا سألتك حسب مجساتك، وأنت عضو بحزب مهم في إقليم كردستان، المرونة حاضرة لدى الجانب الكردي لتسهيل كلا هذا. أبدا لا توجد مرونة، بأنه إنك تتفق في يوم 4/4/2023 بأنه تم التوقيع على اتفاقية مهمة لمدة 3 سنوات أيضا بين سيد رئيس مجلس الوزراء في كردستان ومعالي سيد رئيس مجلس الوزراء الفيدرالي سيد السوداني، فإنها انتهاك وعدم احترام لتوقيع رئيس مجلس الوزراء الفيدرالي. وهناك مشكلة أكبر من هذا أستاذ الفاضل، إنها خلل بنيوي وأساسي إذا أنت ما احترمت توقيع رئيسة الوزراء، ولكن إنها خلل ومشكلة صغيرة جزئية سنوية أو سنتين أو 3 سنوات بالنسبة لقطع الميزانية أو التصرف مع إقليم كردستان بهذه المشكلة. المشكلة داخل اللجنة المالية بمجلس النواب، يعني يفرض رأيه على توقيع رئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء في يوم 4/4 اتفق مع إقليم كردستان، هناك أمرين، يا إما الرجل تجاوز عن صلاحياته واختصاصاته ووقع على اتفاقية ليس من صلاحيته وهذا غير صحيح، أو لا توجد قيمة واحترام لإرادة وتوقيع رئيس مجلس الوزراء، أو هناك احتمال ثالث إذا كان هناك تواطؤ بين رئيس الوزراء وبين اللجنة المالية. هل يوجد الحل الرابع؟ يعني كنا نتحدث مع نفسنا قبل أن نطلع في شاشة الموقع، هل هناك حل آخر؟ لا توجد حل آخر. فأنت إذا تيجي توقع مع إقليم كردستان وتتفق على 3 مواد، مادة 12، مادة 13، 14، وعلى عكس ما اتفقت لجنة مالية تأتي ولديه صلاحية بأن يكسر خلافك ويكسر اتفاقيتك، فأين استقرار المعاملات؟ أين سيد ريبي؟ حتى عند وجود محامي بسيط في حالة العادية كالمحامي، يعني لا يرجع إلى جميع الموكلين في أي صغيرة وكبيرة. الإخوان يقولون إنها مسألة كبيرة وشأن قومي وسوف العراق يهدم إنه هو خربان العراق. أنت تريد مثلا هذا الجزء الذي 5% دز، يعني من 2005 لحد الآن أستاذ بإثباتات وزارة المالية العراقية ووزارة المالية كردستان 5% دزوا ميزانية لإقليم كردستان مع النفقات السيادية. يعني إذا تأتي نفقات السيادية تحتسب حسابا منطقيا وعدالة وبصورة عقلانية سوف يكون 5% دازين إلى إقليم كردستان. شوفوا إقليم كردستان شنو صار فيها من تطورات، إحنا استلمنا قاع محروق، سوينا كل هالبنية التحتية وسوينا كل هالإبراج 5% من ميزانية الذي كان يرسل إلى إقليم كردستان وبصورة متقطعة، ويحاربون وحاربنا داعش من 2014 إلى 2018 4 دنانير ما يتم إرسالها إلى إقليم كردستان. هذه الفترة ما كان أكو بها التزام من قبل إخوتنا الكرد فيما يخص يعني إرسال عائدات يعني النفط إلى المركز. طيب أستاذ الفاضل، قبل أن يرسل إقليم كردستان برميل واحد إلى خارج العراق 2013 تم قطع ميزانية إقليم كردستان. يعني شنو احنا نقعد بالزاوية نموت جوعا نحارب داعش وبالمركز ما يدزوا ميزانيتك؟ ما دزوا ميزانية قبل أن يرسل كاكريبين. أنا ما أقدر أرجع للتاريخ، خلي أستثمر الوقت، خليني استثمر الوقت حتى ارجع للاستوديو الماضي اذا تسمح لي.
الفترة الأخيرة، العفو أنا مأمور، عذرا الفترة الأخيرة خصوصا في فترة يعني حكومة السيد محمد شيع السوداني دولة الرئيس، الملاحظ أنه صار علاقة جيدة ما بين المركز والإقليم، الوفود كلها ود واحترام متبادل واضح على ما بين المركز والإقليم، زيارات جيدة، اتفاقات جيدة في حال بقى الحال على ما هو عليه لا سامح الله، ونتمنى تحلحل هذه القضية في صالح الإخوة الكرد وفي صالح المركز. تتصور في حال بقى الوضع على ما هو عليه سينسف كل ما بني من ترتيب وملفات وعلاقة جيدة ما بين المركز والإقليم بسبب هاي النقاط اللي هي 13 و14 داخل بنود الموازنة؟ إقليم كردستان يتعامل مع المواضيع خصوصا يعني الحزب العريق مثل الديمقراطي الكردستاني الذي يشكل وحده نص إرادة الناخبين في إقليم كردستان يتعامل مع الملفات ليس بصورة شخصنة، يعني نتعامل يعني الناس الذين حاربوا إقليم كردستان في 16 أكتوبر 2017 نحن الآن نقعد وياهم ونأخذ صور ونعزمهم ويعزمونه، يعني شخصنة السياسة والملف في التعامل مع المواقف إنها مسألة يعني أصبح قديما بالنسبة للسياسة الحديثة، ونتعامل مع كل ملف على حدة. هذا ما نلتمسه ونراه عند التعامل مع القضايا المشكلة والمختلفة. ولكن بالنسبة لهذه النقطة بالذات، إذا ما تمت هذه المسألة، يعني الإخوان السنة أيضا أي اتفاقية هم أيضا ما صوتوا باللجنة المالية على بسبب عدم وجود أو عدم ترجمة إرادتهم ورغباتهم في اللجنة المالية، وليس يعني ليس جزءا من تمرير هكذا تصرف. يعني إذا لم يتم يعني ترجمة الاتفاقية مع الكل إلى أرض الواقع، فمن الشيء البديهي الإخوان السنة أيضا لا يحصلون على ما يفكرون فيه، فيكون ميزانية شيعية مذهبية على وجه الخصوص والصرف. يعني إذا كرد لا يتفق وإذا سنة لا يتفق على ميزانية، يعني ميزانية للبيت الشيعي الإخوان حاطينها، والنفط اللي يبيعوها واللي من رأس اللصاص فساد من البصرة ومن الجنوب سوف يكون ميزانية خاصة بهم، ونحن نكون خارج القضية وخارج التوازنات السياسية والاقتصادية وجميع هذه المسائل. هناك مسألة صغيرة جدا خلال نصف دقيقة أريد أوضحها. تمام. هذه المحاولات أستاذي الفاضل إنها كمحاولة بشكل عام المركز والإقليم، هناك إقليم واحد في نظام الفيدرال، تحاول أن تضعف وتحجم هذا الإقليم، يعني أنت تضرب نظام الفيدرال بشكل مباشر. أي إضعاف لإقليمك الوحيد الموجود في نظام الفيدرالي سوف يكون إضعاف لدولتك لنظامك الذي من المصرف من 2005 عند التصويت على دستور الفيدرالي أكثر من 76% من إرادة الناخبين في الشعب العراقي صوتوا إلى هذا النظام، يعني أنت تضرب هذا النظام، تضرب هذه الإرادة، تضرب هذا الدستور، تضرب هذا الكيان المسمى بالعراق. سيد ريبين أنا راح أرجع لك بس إذا تسمح لي خلي حتى ننطي هذه التفاتة جيدة حتى ننطيها حقها من التفسير مو نص دقيقة، أنا بس خلي أتوجه لضيوفي داخل الاستوديو أرجع لك بعدها أسألك ليش أنه تعتبر الموضوع ضرب لي للفيدرالية يا سيد ريبي سلام. اسمح لي أتوجه لي الدكتور السيد محمد الصيهود نائب عن دولة القانون. أرجع لك سيد الصيهود، الرجل يقول كاكريبين أنه المرونة الكردية غائبة، اليوم جنابك المحترم تقول أكو اجتماع للإطار التنسيقي الشيعي فيما يخص هذا الموضوع لحلحلة هاي التفاصيل. سؤالي ونتمنى يكون لنا سبق الصحفي بهذا الموضوع، شنو أدوات الإطار اليوم خصوصا عندهم اجتماع مثل ما ذكرت لحلحله هاي التفاصيل الرجوع عن الحقيقه انه المواضيع اللي طرحت من قبل الاستاذين الفاضلين كثيره وخلينا اعرج على بعضها. اولا لا يوجد خلاف او صراع عربي كردي، انما الاساس القضيه هي انعدام الثقه بين السياسيين الكرد
والعرب انعدام الثقة، بدليل انه هسه احنا وين مختلفين؟ مختلفين انه احنا نقول كون يسلمون النفط يلا نعطيهم حصتهم، هذا معناه انعدام الثقة. هم شو يقولوا؟ يقولوا لا، هذه لا تشرطون علينا انه احنا ما نسلمكم الا سلمونا. هذا شو تريد تفسر؟ انه انعدام ثقة. العملية السياسية برمتها سواء كانت علاقة الشعب العراقي بالسياسيين انفقدت، والثقة بين العرب والكرد أيضا مفقودة. الحكومة عملت بخطوات ملموسة على إعادة الثقة، وواحد من أهم هذه الخطوات هو اتفاق بغداد وأربيل. لا يفترض بالأخوة الكرد أن يتعصبون بهذا التعصب، يعني إحنا أنه لا ما يصيرون أنتم تغيرون، أنتم تثقون مثلا بالحكومة العراقية. إحنا مواطن إلك حقوق وعليك واجبات، أنت تنطي نفط وإلك إلك حصة، والحصة واضحة. إيش قد حصة الإقليم؟ 12.67 تطلع بحدود 16.600 وكسور تريليون. زين. الأخ يقول كأنه الموازنة شيعية. في الوقت اللي إنه حصة الإقليم تعادل كل ال 15 محافظة. وضعف. فإذا كيف مثلا كيف إنه الموازنة شيعية وهي تعادل بالضعف موازنة 15 محافظة؟ فإذا القضية مو هنا، القضية إنه إحنا كل من يفكر في مصالح الحزبية المصالح الشخصية بعيد عن مصلحة الوطن، اللي اليوم الوطن الشعب العراقي الكردي والعربي ينتظر بفارغ الصبر أن تتمرن الموازنة، خصوصا الموازنة مال 3 سنوات. الحديث اللي تحدث به الأستاذ الفاضل أنه إحنا ما عندنا فلسفة اقتصادية من 2003 من السقوط ولا حد الآن. شنو نظامنا الاقتصادي؟ اشتراكي، قطاع خاص، رأس مالي مثلا؟ ما عندنا فلسفة اقتصادية، ولذلك إحنا اعتراف من سياسي طبعا. شنو فلسفتنا الآن؟ أنا هسه أسأل حتى يعني الحكومة الآن بدت تريد تصحح مسارات خاطئة وتضع حجر الأساس لنظام إداري وسياسي واقتصادي جديد وخطوات ملموسة على الأرض الواقع. إحنا معتمدين بالدرجة الأساس على النفط. النفط صعد، إحنا وضعنا زين. النفط نزل، إحنا هسه الأستاذ يقول إذا نزل دولار واحد إيش قد راح يعني إيش قد راح نخسر، مع العلم إنه الموازنة التشغيلية الآن تشكل بحدود 75% من الموازنة العامة. تعرف حضرتك إحنا إيش قد عندنا كم درجة وظيفية لحد الآن؟ ضيفت بحدود 750,000 درجة وظيفية إلى هذه الموازنة. وهذه كلها رواتب. وإحنا فإذا أمام مشكلة. المشكلة إنه الآن الحكومة عاكفة وتعمل بتعدد موارد البلد، يعني ما يكون إحنا الآن موازنتنا تعتمد على النفط بنسبة 93% و7 كل الموارد الأخرى. أنا أعتقد إنه هذا الكم الكبير من المشاكل اللي موجودة على الكل السياسيين أن يتحملون المسؤولية، الكرد والعرب والشيعة والسنة كون يتحملون المسؤولية بحيث يخرجون البلد من هذا المأزق اللي واقعين. إحنا والله أنا ما أنطي النفط وليش أنت تشرط عليه؟ ما راح يصير مشكلة، يعني المرونة يفترض أن تكون موجودة لكل الأطراف، حاضرة لكل بس الأطراف. بس الجانب الكردي سيد الصيهود، الجانب الكردي يقول لك أنا جيت وياك حسب اتفاق مسبق، هذا إخلال باتفاق. هذا الجانب أنا أتفق وياك، أنت ذكرت أصلا أنا أتفق حلق. وياك أنه إحنا عندنا اتفاقية اللي حصلت بين رئيس الوزراء الإقليم ورئيس الوزراء الاتحادي، وهذه الموازنة جاءت ما يخص يعني بنود الإقليم كردستان على ضوء هذه الاتفاقية. فإحنا لو نحترم الاتفاقية الموقعة من قبل رئيس الوزراء مع رئيس وزراء الإقليم ويفترض أن تمر بالشكل الذي جاء من الحكومة، لو لا إحنا كل من إلي، وهذه فوضى معناها، إذا كل من إلي هذه فوضى ما راح تقود البلد إلى شاطئ الأمان، يعني اللي هو الآن الشعب العراقي بدأ يتنفس الصعداء حتى شوية يعيش وضعه الطبيعي. الحل شنو اليوم؟ الحل أنه إحنا جاءت عندنا الموازنة من الحكومة بعد دراسة معمقة
ووضعت بها بنود من وجهة نظر الحكومة أنه تتوفر فيها العدالة، ولذلك أن تمضي الموازنة. بعض المناقلات، بعض النقاط ممكن، أما أنه التغيير الجذري والشامل في الموازنة فهذا يعقد المشهد. طيب اللجنة المالية تقصد أنه لازم تميل على نفسها، العرب يميلون على نفسهم نوعا ما، والكرد يميلون على نفسهم نوعا ما فيما يخص النقطتين الخلافيتين. مال العرب والكرد، ما اقول، قول السياسيين العرب والسياسيين السياسيين الكرد. العرب والسياسيين الكرد داخل اللجنه الماليه. نعم، يعني الكرد سياسيين، هم داخل اللجنه الماليه هم سياسيين بالتالي. هم سياسيين. قل لي سياسيين، لانه القضيه تحسب من وجهه نظر سياسيه. لا لا ابدا ابدا، ما اقصد السؤال العفو حضرتك. لا لا، انا اقول تفسر تقصد، اقول انه اللي جاي يصير مثل ما تفضل استاذ ماجد، انه قضيه سياسيه مو قضيه اقتصاديه. زين. مو حسابات يعني. زين. انا والله يعني حريص كل الحرص، والله خاف الاقليم ما ينطيني حصتي من النفط، ولذلك انا ما انطيك حصتك. فقضيه حسابات سياسيه، اقول انه هذه الحسابات السياسيه طالما تقودنا الى طريق مسدود فيفترض انه نتعامل معها سياسيا من منطق القبول كل الاطراف حتى تمضي. نعم، حتى كل الاطراف. كل الاطراف. طيب شنو يعني مثل ما يسري على العرب السياسيين العرب، يسري على السياسيين الكرد ايضا، عليهم ان ينطون من نفسهم حتى تقدر نمر الموازنه. فيما يخص اجتماع اليوم ما اعطيتني جواب عنه، الى يعني اجتماع حول شنو؟ الاطار التنسيقي هو لدراسه هذا الموضوع. لدراسه هذا الموضوع. هنالك من يقول اصلا انه اكو اكثر من راي داخل الاطار، يعني هو اصلا الاطار يعني اكو اختلاف ما بين قوى الاطار يعني حول هذا الموضوع. شرح يحلحل من داخل الاطار. داخل الاطار التنسيقي اكيد اكو اراء مختلفه، ولكن دائما الراي للاغلبيه في داخل الاطار هو اللي ما نقدر نقول انه هاي الخلافات بدايه لتاكل اتفاق سياسي اللي اقره تحالف اداره دوله. لو نبالغ اذا قلنا تاكل لهذا الاتفاق. لا تعرف يعني انا بالجمعيه الوطنيه من 2005 ولا حد الان، انه هذه المشاكل في اقرار الموازنه تصل الى ابعد من هذا. وبالنتيجه انه تقر كل الموازنات قرت. فهذا لا يعني انه الخلافات داخل اللجنة المالية والآراء الجديدة هي ستعصف بإدارة الدولة، ما أعتقد. بعض الآراء تقول أنه مو اللجنة المالية، أنه الإطار التنسيقي انقلب على هذا الاتفاق السياسي. شنو ردك حول هذا؟ خلينا ننتظر الاجتماع الأخير. زين. للإطار التنسيقي اليوم تقصد؟ أي، وبالنتيجة وراها احنا نقرر شنو وين ذاهب الإطار التنسيقي. معلوماتك شو تقول؟ رؤيتك مو معلوماتك. يعني اولا انا لا اعتقد بانه رئيس الوزراء عندما ذهب للتوقيع مع الاقليم على الاتفاقيه الاخيره بين بغداد واربيل هي بمعزل عن الاطار التنسيقي، وبالنتيجه انه اذا كان هناك توافق فيجب ان يحترمون اتفاقياتهم. عظيم. تمام. اتوجه للسيد الصواري. اليوم الكل ينتظر الموازنة، العامل ينتظر الموازنة، الموظف ينتظر الموازنة، اللي مقدمه ينتظر قرض ينتظر الموازنة، سائق تاكسي ينتظر الموازنة، رجل الأعمال ينتظر الموازنة، المستثمر ينتظر الموازنة، كل طبقات المجتمع بانتظار الموازنة. تأخر إقرار الموازنة سيؤثر بمجالات وبمساحات اقتصادية غير متوقع أنه سيصل لها التأثير. سيد الصواري، ومن عندما نتكلم عن الانتظار الموازنة، دائما الشعب العراقي ينتظر الموازنة لأنه هي المحرك للاقتصاد. تمام. زين، حتى لو كان اقتصاد مشوع فهي المحرك للعجلة الأساسية للاقتصاد. الآن أضيف إلها تعيينات بحدود 800,000 عدد تعيينات الجديدة اللي راح تصير. أضيف إلها رعاية اجتماعية، أضيف إلها معونات اجتماعية، أضيف كذا، يعني هذه كلها الشعب العراقي بانتظارها. لا يمكن دفعها، وأنا أعرف كثير من الناس ينتظرون أنه أنا أنتظر المكافأة مالتي أو أنتظر زيادة الراتب مالتي أو أنتظر كذا، لأنه الموازنة إلى أن تقر الموازنة، أنتظر تعييني إلى أن تقر الموازنة. فهذه عملية، المشكلة صحيح هي حلول جزئية وحلول خطيرة، لكن الشعب العراقي ده ينتظرها. ولذلك المسألة اللي مطروحة أنه الآن يجب أن تقر الموازنة بما فيها، لأنه المشكلة
هي ليست مشكلة أحزاب وإنما مشكلة مسائل يجب أن تنفذ. وخلي بس أقول فتشي إنه إحنا دائما ننتظر من الموازنة إنه تحل كل المشاكل. ترى المشاكل متراكمة مو من 2003 لحد الآن، وإنما من زمن الحروب من 1979 لحد الآن، من 1980 لحد الآن، الحروب والمسائل والقضايا اللي صارت والأخطاء اللي صارت الكبيرة جدا، إضافة إلى 2003 ونتائجها، كل هذه أدت إلى هالوضعية اللي موجودة الآن بالوقت الحاضر. ولذلك إقرار الموازنة سيتم وسيتم وسيتم إقرار الموازنة بغض النظر إن هذا تنازل أو ما هذا تنازل، راح تقرر الموازنة، لكن المشكلة هي في تطبيق الموازنة، تنفيذ بنودها، في تنفيذ بنودها. يعني مع توجه الاعتماد على القروض من أجل عملية التنمية، لكن هل عملية التنمية بني لها ما تحتاجه من عوامل حتى تمشي عملية التنمية؟ هنا المشكلة. ولذلك إذا لم تكن هذه حزمة متكاملة من الإجراءات والقوانين، القوانين موجودة أقول لك بصراحة، غير قوانين مساعدة تمشي، بس حزمة من الإجراءات والآليات لتنفيذ هذا الموضوع، أعتقد راح سيتم الفشل، والمعالجات لبعض الأمراض اللي موجودة في المجتمع راح تتعمق وراح تؤدي إلى وجود أمراض مزمنة من الصعب التخلص منها. سيد الصواري، يعني أنتم المختصون بالشأن الاقتصادي دائما ما تقولون أنه صارت دولة موظفين، موازنة موظفين. طيب شنو الموقف، موقف الحكومة؟ يعني نعين يصير انتقاد، ما نعين يقول لك لازم تعين يصير انتقاد، شنو الموقف؟ يعني شلون نتعامل ويا هذا الملف؟ عزيزي هنالك من يقول انه التعيينات العفو عذر المقاطعه هي الكسب جماهيري وانتخابي والى اخره. هذا بالضبط كسب سياسي، هذا الغرض من عنده كله. يعني عدد الموظفين كان 850 الف في 2004 2005 850 الف واليوم الان 4,069,000. ايش تحكي انت؟ الرواتب زادت من تريليون وشويه الى 59 تريليون. هذه مو دولة موظفين؟ عدا الرعاية الاجتماعية وعدا المعونات الاجتماعية وعدا كلها. زين اكو بنود بالموازنة من الصعب الان ما اريد اثيرها لانه قد ادي الى حساسية دينية وحساسية سياسية وحساسية كذا. حساسية دينية بداخل الموازنة؟ الوقف السني والوقف الشيعي. مخصصاتهم 2 تريليون كسور. زين هذول موعدهم يشترون طيارات ويروحون ويسافرون ويسوون مصارف ويسوون كذا. الأوقاف يشترون طيارات. نعم. فلذلك الموضوع هو هذا اللي وش يحتاج فلوس؟ تريليونين ونص مجموع الأوقاف. زين هذا مو أقدر أسويها مشاريع. أنت عندك شوف هسه مو قلت لي أسوي بها سد بالبصرة. أقول لك مشاريع هاي 16 تريليون 16 تريليون اللي وضيفت على تعويضات الموظفين فقط. زين 16 تريليون أنا أقدر أسوي بها خدمات اجتماعية متكاملة وأشغل بها مئات الآلاف وملايين من العاملين بدل ما أشغل 850 أو 725 ألف واحد بالحكومة والتزامات مستقبلية عليها. أقدر أسوي مشاريع، بلط الشوارع، سوي دور سكنية، سوي كذا، كلها تتحرك، الاقتصاد كله يتحرك. فالمشكلة هي الغرض، الهدف الأساسي من الموازنة هو هدف سياسي، هدف سياسي. بس خلي أرجع سيد حيدر العبادي قال كلمة، قال هذه جريمة بحق العراق أنه توظف أعداد جديدة. خلي أرجع لموضوع الموظفين حتى أتوجه الكاكريمين، بس أسألك سؤال. يعني في ظل هذا العدد المنفجر من الموظفين راح يجي يوم أنه ما نقدر نأمن راتب الموظف، تتصور هيك؟ بالتأكيد بالتأكيد، وراح نضطر إلى الاستدانة، وراح نضطر إلى التضخم، وراح نضطر إلى الإفلاس. أتوجه لسيد ريبين سلام، قلت لك أرجع لك أتحدث مع جنابك كاكريبين، ليش اعتبرت الموضوع إضعاف
وربطتها بالفيدرالية وإلى آخره، ليش إضعاف سيد ريبين؟ طبعا اذا تسمح جنابك الكريم عندك تعليق ادري تعقيب صغير على ما تفضلوا به ضيوف الكرام. طبعا تحياتي لسيد النائب وشكرا لجرأته ول يعني رايه الانساني الاسلامي العراقي الشريف بصراحه، عند اقرار بانه هذا ابسط مسألة أو أبسط مبدأ في تعاهد بأنك تتعهد بما وقعت أو تتعهد تنفذ مما تتعهد تلتزم بما اتفقت بالنسبة لي تكملة لما تفضل ضيفك الأستاذ الفاضل مع تحياتي وإجلالي لجنابه الكريم وأراه العلمية السديدة، العراق الآن كأنه 6000 سنة قبل هسه، قبل هذه اللحظة، لأنه كان هناك شريحتين. إذا نقرأ تاريخ وادي الرافدين القديمة، شريحة كانوا يحملوا السيوف والآن يحملون البنادق وهم مسلحين بشتى الأنواع، دولة فيها 5 أنواع من الجيش، الكل لا توجد تنسيق بين الكل. طول حياة الجيش العراقي هناك جيش آخر حده كأنه ظله يسمى بالشعب، الآن يسمى بالحشد الشعبي، قبل في زمن البائد كان يسمى بالجيش الشعبي، قبل في زمن الملكي كان هناك الثورة الشعبية. هذا الجيش المؤقت يكون هناك موجود ولغرض ولتحقيق أهداف معينة يتم وبعدين تكريبين هذا اللي تفضل بجنابك المحترم شنو ربطه بالموازنة؟ هناك فقرة كارثية، هناك فقرة كارثية في الموازنة، يقول الفقرة السرية وحاطين فيها ملايين الدولارات والدينارات لمقدرات الشعب العراقي وهم يحاربون إقليم كردستان وقوت المواطنين وحليب الأطفال في إقليم كردستان وأولاد البيشمركة اللي دافعوا على أراضي نينوى وأراضي أخرى وكركوك وأراضي العراقية وكردستان أيضا عند حرب داعش، الآن يحاربون ويناقشون ويقولون بأنه هذا كاكريبين. بس خلي أتأكد من نقطة أنت ذكرتها، تقول أكو فقرة سرية داخل الموازنة؟ نعم. شنو هاي الفقرة السرية؟ الفقرة السرية حتى يتم صرفها لجهات وأسلحة هم يريدون أن يشتروها ويودوها ويجيبوها بدون، أكو فقرة بالموازنة تحطها أمام الشعب وتحطها أمام. شلون يصير فقرة سرية داخل بنود الموازنة؟ شلون يعني؟ اسأل سيدنا. أوكي أوكي أنا بس أرجع أستفهم منك، لو كان أكو سرية هسه مو بهاي الفقرة، أكو عملية سر بواحدة من الفقرات، كان خلوا إذا تسمح لي كاكريبين، كان خلوا النقطة 13 والنقطة 14 أيضا سرية وصرتوا أمام أمر واقع. ليش؟ لأنه هم ما يريدوا يمشوا الحق، يريدوا يمشوا يعني بطريقة هم يريدونها، وأغلبية الدكتاتورية يمشوها وتوافق ونظام الفيدرالي كلها فاتحة عليه منذ تمشية أي قانون بالأغلبية، يعني نظام الفيدرالي فاتحة عليه، لأنك ما عندك مجلس الفيدرالي بموجب المادة 65، يعني احنا سوينا الاستفتاء في 25/9/2017 لماذا؟ لانه من اصل 144 ماده دستوريه لم يتم تنفيذ 55 ماده دستوريه فيها. نظامك الفيدرالي لحد الان مش فيدرالي، المحكمه الدستوريه ليس بموجب المواد الدستوريه، يعني كانه الابن اكبر من الولد، يعني الولد اكبر من ابوه، لأنه المحكمة الفيدرالية تولد بموجب قرار بريمر رقم 30 في 2005، بعد أشهر تم التصويت على الدستور الفيدرالي، يعني كأنه الولد أكبر من أبوه. هذا أولا المحكمة الفيدرالية. ثانيا مجلس الفيدرالي الذي يشكل جزء كبير جدا في جميع الأنظمة الفيدرالية في العالم، يجب أن يكون هناك مجلسين، مجلس النواب المحترمة يمثل الأغلبية والكثافة السكانية، والمجلس الآخر يحقق التوازن في النظام الفيدرالي في كل العالم، مثلا في مجلس الشيوخ الأمريكي في كل ولاية عنصرين أو شخصين يكونون نواب عن الولاية.
فماذا 65 بالنسبه للنظام الفيدرالي اللي جوا العراق اللي لم يتم تنفيذها منذ 2005. سيد رئيس مجلس الوزراء بموجب الماده 83 و84 من الدستور العراقي جميع قراراته يجب ان يعود الى المجلس الوزاري، ولكن تم قطع ميزانيه دخل كروسان بقرار انفرادي منذ 2013 ويحاربون قوت المواطنين والاطفال في دخل كروسان، ولكن انها جميعها اخلال بالنظام الفيدرالي. عندك ثلاثة سلطات تشريعية تنفيذية قضايا ثلاثتهم مشوهة معوقة. ليش؟ هذا بالعراق هناك مشاكل للأستاذ الفاضل سادة الفيوم بعد إذنهم هم أساتذتنا. هناك مشاكل لم يتم تحدث عنها في العراق، والسبب الحقيقي لوجود هذه المشاكل، وإنما ليلا ونهارا جميع الشاشات وجميع القنوات الإعلامية يتحدثون عن نتائج هذه المشاكل. على سبيل المثال، يعني نحن نتحدث عن لماذا يعني هذه الحكومة تكون علاقته كذا مع إقليم كروسان، أو علاقاته الخارجية متذبذبة، أو يكون قوية تارة مع دولة وضعيفة تارة أخرى، لأنه لا توجد مبدأ المؤسسات والاستمرارية في العمل الحكومي في العراق، وكل 4 سنوات أي شخص أو وزير أو مدير عام أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية يأتي تقول انني فرصه انني هنا، وخلال هذه الفتره اذا عاني ما اخذت غيري ياخذه. ما يجون يتحدثون على هذا السبب الحقيقي للفساد الموجود في العراق. ثانيا، هناك مثلا نحن نتحدث عن حصه اقليم كروسان، كل سنه هناك عركه عليها. نحن 2005 كنا 17%، هسه صرنا 12% ومقطوعه. طيب على اي اساس احنا 17% او 16% او 20%؟ على تكهنات. العراق لم يرى إحصائية منذ أكثر من نصف قرن. أكو دولة يقرر على أشياء تخمينيا وتكهنيا. صدر قانون رقم 40 من 2008 من مجلس التشريعي على أساس يعملون إحصاء. كاكريبين بس خلي أسألك سؤال. اختصاص حصري للحكومة المركزية يقوم بالإحصاء، لم يقوم بالإحصاء. تمام أبويا، خلي أسألك سؤال حتى أتوجه. تمام، بس أنا أسألك سؤال فيما يخص الفقرة السرية. أنت تتحدث جنابك العزيز تتحدث بمعلومة متأكد منها، لو تتحدث بتحليل وتوقع. لا والله معلومة متأكد منها، أتأكد من سيد النائب موجود يمك. إذا غلطان يعني يصحح لي معلومات. خلي أتوجه للسيد النائب. شيخ صيهود، أكو تضحك شيخ صيهود، أكو فقرة سرية فيما يخص بنود الموازنة؟ هسه احنا لنفترض أنه جدلا أنه أكو فقرة سرية الآن في اللجنة المالية. زين، هذه الفقرة السرية راح يصوت عليها في مجلس النواب لو لا؟ فإذا ما صوت عليها إذن هي ما راح تمضي، وإذا صوت عليها فهي أصبحت مو سرية. تمام؟ فإذا يعني إذا القضية مو بهالشكل. حقيقة ماكو شيء اسمه يعني فقرة سرية. إنه الموازنة الآن النقاش داخل اللجنة المالية وآراء متعددة، وبالنتيجة إنه اللي يحسم هذا الموضوع هو الكتل السياسية ورؤساء الكتل السياسية، على اعتبار أنه أصبحت الآن الكرة في ملعبهم، وأعتقد أن الاتفاقات اللي حصلت هي اللي ستمضي وستمرر الموازنة. نتمنى أن تحلحل هذه النقاط الخلافية. الموضوع عفوا تريد تختم له؟ الوقت خلص، تفضل باختصار. يعني فقط أنا ما يخص الوقت. النقطة المهمة اللي أثيرت ما يخص الموظفين. يعني إحنا بصراحة دائما تعودنا ننتقد لكن ما نضع الحلول. حيث هي ظاهرة غير طبيعية أنه يصل عدد موظفينا أكثر من 4 ملايين، بس السؤال يطرح نفسه ليش؟ هو لازم نضع الحلول أنه تكمن في تفعيل الموارد الأخرى، إضافة إلى وجود وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي حتى نضمن أنه أنا بعد ما أفكر أروح أتعين، أكو فرص عمل موجودة أخرى. سيد محمد صيهود، نائب عن دولة القانون،
شكرا. شكرا شيخ، شكرا لتواجدك ويانا اليوم بحلقة لعبات الكراسي. السيد ماجد الصواري خبير الاقتصادي، شكرا دكتور، شكرا جزيلا لك. كاكريبين سلام عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضيفا عزيزا، شكرا أخ ريبين، شكرا لجنابك، شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا لحسن إصغائكم والمشاهدة، السلام عليكم.